من تتفق إدارة النادي، من تتفق إدارة النادي مع إدارة الاتحاد راح يخرجون مخرج جيد. أما 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 إذا أكيد الاتحاد راح يفكر بغير أيوب، يفكر بغير شخص. الآن إذا أيوب موجود أو موجود الأخوان البقية أكيد راح يقودون المنتخب، وعندهم أكيد أكيد نفس الهدف اللي هو يعني إعادة المنتخب إلى وضعه الصحيح. طيب كابتن، جلسة مع وزير الشباب والرياضة كانت موجودة؟ قلت لك أنا شخص اتصل بي، وهذا الشخص طرح لي كم سؤال ونطيت له الأسئلة. الاتحاد العراقي؟ أكيد. وخلاص يعني وقفنا بهذا الاتجاه، وهم إذا كانوا اتصالاتهم مع الاتحاد، عفوا مع إدارة النادي، مع كابتن فلاح وبقية الأخوان. إحنا ما عندنا مانع أي وأي شخص يكون مدرب المنتخب الآن يقود هذه المهمة، نتمنى له النجاح كأن من يكون. كأيوب أوديش جاهز لقيادة المنتخب؟ يعني أكيد أنا ماني عاطل عن العمل، مو يعني ارتباطي موجود، يعني موجود بنادي الزهراء. قلت لك الخيار يبقى عند الاتحاد، عند إدارة النادي، هم اللي يقررون إذا التفريق. طيب كابتن، بالنسبة للاعبين المغتربين هسه تكلمت عن تعامل جديد معهم، سواء كنت أنت موجود أو هي نصيحة لبقية إخوان مدربين وكلاعبين وكجمهور، يعني هذول أكيد قلت لك إحنا ما نعتبرهم مجنسين، هذول أكيد مواطنين، مواطنين لا لاعب عراقي عايش برا، انه هذا يحتاج الدعم حتى يدخل بالاجواء اللي انت تريدها، ما يدخل بالاجواء اللي تحت الضغط. الله يوفقهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. اكيد مثل ما تفضلت فوز مهم بالنسبه لنا، وعوده الى الوصافه. الان احنا في المركز الثاني، فريقنا اليوم ادى مباراه افضل من مباراه الديوانيه، قدروا يقدمون مستوى طيب. نوعا ما الواجبات اللي طاها الكابتن ايوب نوعا ما قدموا افضل، بداوا شويه يهضمون الاسلوب، يهضمون الطريقه، يقدمون مستوى افضل. نتمنى ان شاء الله هذا الفوز يعطينا دافع افضل في المباراه القادمه لمواصله النتائج الجيده. كابتن حيدر، عندي سؤال. دائما ملعب الصناعه صعب، لكن اليوم الزوراء حقق فوز. شوف، ملعب الصناعه، ملعب التاجي، ملعب الديوانيه، هاي الملاعب دائما ما تكون صعبه على اي فريق. يعني تعرف أرضية الملعب يعني ما تخدم الفريق، الفرق الجماهيرية خاصة والفرق اللي تحب تلعب باص في الأرض. هذه الملاعب دائما ما تحب جانب بدني أكثر، فالفوارق تكون بسيطة. لكن اليوم فريقنا رغم أرضية الملعب قدروا يقدمون مباراة جيدة، قدروا يلعبون في أرضية الملعب أكثر من لمسات كثيرة بالأرض، قدرنا نسجل هدف. نقول الحمد لله والشكر، النتيجة كانت صالحة. طلباتكم بخصوص أرضيات الملعب يعني حقيقة هاي أمور نعاني منها وراح نبقى نعادي منها. أرضية الملاعب مشكلة يعني، لكن الآن نشوف تحسن في الملاعب. نتمنى أيضا الاستفادة من ملعب الحبيبية، قامت الدورة عليها، ملعب الزوراء راح ينفتح قريبا. نتمنى إن شاء الله تكون ملاعب أفضل، لننقل صورة للعالم تكون ملاعبنا أفضل في سبيل رفع الحظر عن الملاعب العراقية. نعم، الحمد والشكر لله، واليوم كان لازم علينا نفوزه ما كمجموعة، ومشي أنا وحدي كنت في الميدان، لاعبين كلهم دور فني في الفوز هذا، منهم طاقم الفني. إن شاء الله نكملوا على هذه النتائج الإيجابية، وإن شاء الله ربي يوفقنا في المباراة الجاية إن شاء الله. كابتن، شنو الصعوبات اليوم اللي واجهتها بالملعب؟ نظن اليوم ما كان فيها صعوبات، بالك طبقنا واش قالنا المدرب وتلاقينا حلول. لا، اليوم ملعب خير من الديوانية، أحسن منه شوية. أحسن من الديوانية؟ أحسن من الديوانية.